ولوطا إذ قال سيدنا إبراهيم قال بدأت قصته بالقول في الدعوة. سيدنا لوط بدأ بنفس البداية، اتربى على جهد إبراهيم في الدعوة فراح عمل نفس الجهد مباشرة، لم يخف من قومه. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال. التفصيل ده ما جاش غير في سورة العنكبوت، تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله. سيدنا إبراهيم، سيدنا لوط قصدي، قرر أن يواجه المشكلة المنتشرة في المجتمع بالإضافة إلى الشرك. يعني أحيانا بتكون في مش يعني فاحشة منتشرة وشهوة منتشرة، فتلاقي الواحد ممكن تلاقي دعاية خايف يتكلم فيها. خلاص هي انتشرت، مش بس انتشار عادي زي ما هنشرح دلوقتي بالتفصيل. كل كلمة في القرآن لها دلالة عشان تكون مستحضر الواقع. ازاي ان سيدنا لوط قرر يواجه الشهوة اللي تحولت الى نظام، زي ما سيدنا ابراهيم قرر يواجه العقيدة اللي تحولت الى نظام، زي ما الاوثان بقت مودة بينهم وتحولت الى نظام مستقر متشابك معقد، الشهوة بقت كده. لوط عليه السلام قال لقومه مباشرة انكم لتأتون الايه؟ الفاحشة، سماها فاحشة. الإصرار على تسمية الأشياء بمسمياتها. ذلك تلاقي ناس، وده واقع دلوقتي، وسبحان الله إن إحنا عشنا للزمن ده، يعني ممكن من 40-50 سنة ما كانش ده موجود. دلوقتي اللواط والشذوذ بقى ممنوع إنك تتكلم عنه. في دول ممنوع، تحاكم، تقاضى لو اتكلمت عنه. نظرة ازدراء لحد بيرتكب هذه الفاحشة تعاقب عليها. لكن انك تقول عليها فاحشه دي دلوقتي في دول مصيبه. وازاي هم قعدوا جهد سنين عشان يوصلوا للوضع ده؟ ازاي بداوا بيه منظمات حقوقيه معينه تدافع عن هذه الفاحشه، وازاي بعد كده يوصلوا ان هم يعملوا مؤسسات للدفاع عن الافراد، وازاي بعد كده يحطوا قوانين في الدستور نفسه، ثم بعد ذلك نشر الثقافه دي للعالم، وعمل ده في افلام ومسلسلات. هنشوف ازاي ان القرآن ايضا اشار الى ذلك، ان ده ممكن يحصل في مجتمع، ازاي ان ممكن تنتشر في حاجة بهذه الطريقة.